تم على مسرح مدرسة تيرا سانتا في جبل الويبدة إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت تحت إدارة راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم، وبدعم من البعثة البابوية في الأردن. ويساعد هذا الموقع مربي ومربيات التعليم المسيحي في المدارس والمراكز التعليمية على تحضير المواضيع الخاصة باللقاءات الدينية. وقد أطلق على هذا الموقع اسم مركز يوحنا المعمدان للتعليم المسيحي. موقع مركز يوحنا المعمدان نعمل للمربين ومربيات التعليم المسيحي. كل واحد بيشتغل بالتعليم المسيحي من مدارس، من كشافات، من رعاية. هذا الموقع نعمل لإله. إجت الفكرة لأنه بالأردن ما فيها، نفتقد هالمراكز للتعليم المسيحي ونفتقد المواقع الإلكترونية أونلاين للتعليم المسيحي، فإجت الفكرة أنه نعملهم شيء يساعدهم بتحضيرهم للتعليم المسيحي. البعثة البابوية نشكر ربنا هي اللي دعمت هذا المشروع وساعدونا الشباب أكيد بهالإجراءات هاي. نحن كرهبات عنا مواد كتير كبيرة للمواد للتعليم المسيحي، فقلنا ليش ما تكون بين إيدين هالشباب والصبايا اللي عم بيتعبوا وهم بيحضروا، فحطينا هالوسائل بين إيديهم عشان تتوفر لإلهم ويكونوا مرتاحين وهم بيحضروا، وبالآخر بدنا نوصل للطفل نفسه أنه يتقابل مع يسوع المسيح. أخذنا اسم يوحنا المعمدان كمثال لنا، قدوة لنا، لأنه هو كان بيشير للمسيح ويقول صوت صارخ في البرية، كان هو بيعد الطريق لمجيء المسيح، المربي كمان هو بيعد الطريق لمجيء المسيح، فعشان هيك أخذنا هذا الاسم وهو شفيع لنا. بنشكر احنا كل اللي بدعمنا زي حضرتكم انتم النورسات بتدعمونا انه انتم بتوسطوا هالموقع لأكبر عدد ممكن. شكرا لكم. طبعا احنا بنفتخر بهالشيء لانه البعثة البابوية والجهات الكنسية بشكل عام عم بدعموا الشباب اللي هم عم بيحاولوا يكون عندهم مجال في تطوير الأنظمة او حتى كل شخص يخدم حسب مواهبه، فبالتالي هاي خطوة يعني جدا قوية بحيث انه احنا نستفيد من الطاقات الموجودة بكنايسنا بين الشباب والصبايا على الطوائف المختلفة. حاولنا قدر الامكان بهذا الويب سايت انه نعمله بطريقة كديزاين يكون كتير سهل من ناحية الالوان، من ناحية ترتيب المواضيع، بحيث انها تكون سهلة بحيث اي حدا ممكن يستخدمها لجميع الفئات، ان كان فئات براعم، شبيبة، كشاف، مسؤول، بحيث انه الكل يقدر يستخدم هذا الموقع بطريقة سهلة وبتصميم سهل وناجح إن شاء الله. بالنهاية نحن بنتمنى النجاح لهذا المشروع، واليوم بلش وإن شاء الله ما راح ينتهي وراح يستمر.